وسهلا بكم عبر قناتكم قناة ليبيا الرياضية في هذا النقل الحي والمباشر من وقايع أولى مباريات الدور السداسي. وعلى بركة الله انطلقت هذه المباراة التي تدور على أرضية ملعب سوسة بتونس الشقيقة، والتي تجمع فريقي الاتحاد مع فريق الأهلي ببني غازي. إذن المباراة مهمة للفريقين، مباراة هي البداية، هي نقطة انطلاقة للفريقين، مباراة بالتأكيد سوف يعني يكون فيها العديد من الأشياء المهمة لإثارة تشويق نظرا لحجم الفريقين الكبيرين، فريق الاتحاد وفريق الأهلي. بالتأكيد هناك نعرف أن اليوم حتكون فيه ثلاث مباريات في إطار الأسبوع الأول من مسابقة الدوري السداسي. ناجي درا كاد أن يخطئ فعلا، ولكن أصلح الخطأ ناجي. كرة قصيرة كانت على محمد الفرجاني، ولكن لم تستغل بالشكل الطيب ويتم إبعادها في المرة الثانية. هذه محاولة الآن المهري يقود هجوم، توغل على حافظ منطقة الجزاء، وبعد الكرة لتكون ركنية، الركنية الأولى في هذا اللقاء لصالح فريق الاتحاد. هداف شوفوا الإعادة، كرة تصطدم بالمهري، خطأ من خط الظهر، تعود ترفع داخل منطقة الجزاء، ولكن سهلة في يدين مراد الوحيشي. ربما من ضغط، هناك ضغط على بعض اللاعبين حقيقة، الوقوع في الأخطاء. مباراة مهمة كما قلت، بالتأكيد جماهير الفريقين تنتظر في هذه المباراة بفارغ الصبر، الكل يمني الرقابة اللصيقة، الحكم متواجد قريب من اللاعبين. ركنية، التنفيذ لزكريا المنصوري، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، وهذه يعتمد على بعض الكرات من الجهة اليمنى، وأيضا الرقابة اللصيقة وافتكاك الكرة بشكل ممتاز، كل الكرات العالية، وهذا خطأ دفاعي يقع فيه علي يوسف، وربما نشاهد بطاقة صفراء، لأن بطاقة صفراء أو ماذا سيقول الحكم، بطاقة حمراء، بطاقة حمراء على اللاعب علي يوسف. إذا علي يوسف يخرج بالبطاقة الحمراء، أبرز اللاعبين في خط الظهر يخرج، كان آخر مدافع كان أخطأ. و مراد الوحيشي الآن، مراد يلعب كرة أمامية بضربة رأسية من زكريا، أو تصل الكرة الآن لزكريا، محاولة الآن للتسديد التمويه، يفضل يمرر ناحية عبد الرحمن العمامي، والهدف، الهدف الأول لفريق الأهلي ببنغازي عن طريق من؟ عن طريق الهداف كراوع، ينجح كراوع أحمد في تسجيل الهدف الأول لفريق الأهلي ببنغازي. إذا تتغير النتيجة بعشر لاعبين، الأهلي ببنغازي ينجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34، الدقيقة 34 ينجح وتتغير النتيجة هنا في ملعب سوسة ما بين الاتحاد والأهلي ببنغازي. كرة كانت مرفوعة وبضربة رأسية يسجل بها فريق الأهلي الهدف الأول. إذا تتغير النتيجة بالتأكيد هذا الهدف، تشاهدوا الإعادة من جديد، تشاهدوا زكريا كيف مرر لعبد الرحمن العمامي، لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، وكان خطأ حقيقة في المتابعة من أحمد الكيلو، يستفيد منها كراوع، هداف أحمد كراوع من أنصاف الفرص حقيقة يسجل. شوفوا الإعادة، ومتابعة كانت غير جيدة حقيقة من الكيلو، حاول مع الكرة ولكن لم ينجح، وبالتالي تتغير النتيجة، هدف مقابل لا شيء. دقيقة 40، وحتى الآن مشاهدينا أينما كنتم تبقى النتيجة كما هي عليه، هدف مقابل لا شيء لصالح فريق الأهلي بنغازي. هذه محاولة لطلال فرحات، رافع الكرة داخل منطقة الجزاء، وهذه المحاولة، والكرة تبعد على مرتين، كرة تبعد لتكون جريبية، كانت محاولة جادة حقيقة، أقرب للصبو، صبو يلعب كرة للفرجاني، تعود من جديد للصبو، شاهدوا الضغط على حامل الكرة طلال، ولكن الكرة خرجت لتكون جانبية، ممكنش طلال من اللحاق بها، خرجت لتكون جانبية. إذا في هذه الآونة مشاهدينا الكرام عبر ليبيا الرياضية يعلن حكم اللقاء السنغالي مقادا داي عن انتهاز، ما تمكنش من الحصول على الكرة، حسين يفتح اللعب، بدر حسن الآن، بدر حسن يلعب الكرة لمن؟ لزكريا أمامية، هذه الكرة وما فيش تسلل، كراوة، أحمد كراوة صاحب الهدف الوحيد، ما يمرش، وتغطية ممتازة كانت من ممتازة للمقصي، يلعب الكرة العرضية، ولمن هذه الكرة؟ فرصة الآن لفريق الاتحاد، تبعد من جانب المدافعين، تعود من جديد، والحكم يقول ما فيش خطأ، وهنا يتحصل على خطأ، التهام يتحصل على خطأ قريب من منطقة الجزاء. شاهدوا الخطأ،
أكيد حنشاهد الإعادة. ذكر بطاقم التحكيم شاهدوا الإعادة من جديد، وخطأ لتهامي لاعب وسط ميدان فريق الاتحاد. ذكروا بطاقم التحكيم حكم أول مقادن داي السنغالي، ومساعد أول الحاج ملك سامبا أيضا من السنغال، والحكم الثاني محمد عبد الله من السودان، والحكم الرابع محمد الزروخ الليبي الدولي، وحكام الفار هم الحكم المصري طبعا الحكم الرئيسي أحمد الغندور، وأيضا الحكم أحمد طه من مصر، والحكم الدولي الليبي باسم سيف النصر. إذن طلال خلف الكرة، طلال خلف الكرة، هل سيلعب الكرة مباشرة نحو المرمى أم سيمرر؟ نشوفه طلال يلعب كرة تصطدم بالعارضة، محاولة كانت جادة وفرصة تضيع، وهذه محاولة أخرى والكرة تبعد. إذن الكرة تخرج، فرصة حقيقية تضيع. سلامات لمراد الوحيشي، محاولة ولعب الكرة بشكل ممتاز حقيقة من طلال فرحات، كاد أن يعدل النتيجة. شاهدوا الإعادة، شوفوا الكرة كيف اصطدمت في العارضة وعادت، ولكنها لم يعني تستثمر في متابعتها. شوفوا الإعادة من جديد من أكثر من زاوية، فرصة ضاعت وحقيقة في مكان صعب، في زاوية صعبة على مراد الوحيشي. إذن يسعى لتعديل النتيجة، فريق يدافع ويلعب حقيقة عند مهاجمين ويستطيع لعب الكرات العكسية بشكل ممتاز، وهذه كرة بشكل جميل لبرقيقة، برقيقة يمرر كرة بشكل ممتاز لكراوع داخل منطقة الجزاء، كراوع يلعب الكرة العرضية والهدف الثاني، الهدف الثاني بخطأ حقيقة من حارس المرمى محمد الفرجاني، كرة عرضية تصطدم بقدم بالفرجاني وتدخل وتعانق شباك فريق الاتحاد. إذا بعد مرور 12 دقيقة من زمن الشوط الثاني والمباراة، ينجح كراوع في تسجيل ثنائية وهدفه الثاني لفريق الأهلي ببنغازي. إذن هدفين مقابل لا شيء حقيقة، هدف من خطأ دفاعي من حارس المرمى، توغل داخل منطقة الجزاء، لعب الكرة عرضية ما كانش فيه وجود لأي مهاجم في متابعة هذه الكرة، ولكن حارس المرمى أخطأ في متابعتها وبالتالي كلف فريقه هدف ثاني. شاهدوا الإعادة، شاهدوا جمعة برقيقة، شاهدوا توغل سريع لكراوع، لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، لعب الكرة عرضية، شوفوا ما فيش مهاجم، حارس المرمى ربما يعني أخطأ في متابعتها ولم يعطيها أهمية، وبالتالي هدف ثاني لفريق الأهلي ببنغازي. إذا تتغير النتيجة هنا في ملعب سوسة في أولى مباريات الدور السداسي ما بين الاتحاد والأهلي ببنغازي، لتصبح هدفين مقابل لا شيء. هدفين طبعا للاعب أحمد كراوع، وهو الجزائري اللي قدم مستوى طيب في هذه المباراة. ملعوبة من منتصف ملعب عبد الرحمن، يلعب الكرة أمامية لا وجود للتسلل، وهذا خروج لحارس المرمى، وهذا فرصة الهدف، ولكنها يعني تبعد بشكل جيد من جانب المدافعين. كاد فريق الاتحاد أن يستقبل الهدف الثالث، فرصة تضيع، وهذه ما زالت المحاولة لفريق الأهلي. الترهوني في الجهة اليمنى، الترهوني محاولة رفع الكرة، المتابعة من دراع الترهوني ما يمرش، تعود من جزل على جانبية، تلعب الكرة الأمام وربما تكون ركنية، ما زالت الكرة داخل الملعب، يحيى زليتني والهدف، هدف تدليل الفارق لصالح فريق الاتحاد. إذن ينجح فريق الاتحاد قبل دقيقة من نهاية الزمن الأصلي من تسجيل هدف تدليل الفارق، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف. ربما لم أشاهد كرة سريعة، لم أشاهد صاحب الهدف. هنا الإعادة، شاهدوا الإعادة من جديد، كرة ملعوبة من يحيى زليتني مرفوعة داخل منطقة الجزاء، والرأسية من اللاعب أنس المصراتي. إذن أنس المصراتي يسجل الهدف الأول لفريق الاتحاد. إذن بطاقة حمراء للاعب السابق ولاعب منتخبنا يونس الشيباني، يلعب بثلاث مهاجمين. يحيى الآن يستقبل كرة يحيى زليتني، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، وهذه محاولة وفرصة لاستقبال الكرة، يحاول أن يلعبها خدوهات، تباطى في لعب الكرة الأخيرة وفرصة تضيع حقيقة. ملعوبة من جديد، يحيى الآن، يحيى زليتني
وفي هذه الآونة مشاهدينا الكرام ينتهي الشوط الثاني وتنتهي المباراة بفوز فريق الأهلي ببنغازي على فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة قوية، هي المباراة الأولى لهما في